Attack or reaction, bitch. وكم قاعدين تفرجوا في تيقا رياكشنز. واليوم شفت لكم فيديو دار حاله ليا ما تدل الخريف في الجزائر. قالوا لي عباد بزاف 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 مردوني في الفيسبوك في اليوتيوب، قالوا لي دير عليه رياكشن ونتفرجوا مع بعضنا بلا ما نشوقكم بزاف. هاي نتفرجوا مع بعضنا. ابدا لي كلك واحده عايش شعر انت بطيعه مانيش كنتان قاعد نغني طراي راب عندي بكم يغني وراب مقاشا لا طراي خرجنا في الشباب تاعي خرجنا اكي عطا مفاير مكتب حدنا هذا مكان بتاعي يعني شخص عادي كنا قاعد الناس هي زعما على اساس انت هذه كان يهرب صادي زعما شي راه تدير سوالف ما كي تنفس تحشر قد يخدمك انا ندير ليه ايه هذيك انت ذاك الرايت سالب وموجب شي بابا ستايل عراقيه راح تفر له وجهك من زيد قول له ذاك الرايت انا كاين من النهار اللي جا بالتالي في الحبيه تصعب انت يقول لك علموهم من سبع يبعبسوا البنات الصغار دوني ساش تمني كذا نخرجوا العراس ايش في راس شير مش شو هاي احنا في العراس الزبي كنا نطلع الباسك في بدلو حتى نجد زعما 14 يا صاحبي كوفريت بلي هاي الحياه مخلوق شو المجتمع ما نحكمش. المجتمع هذا المجتمع تربنا في كل شيء. المجتمع ده عشان يتربى.